شو تحسب نشاطك الرياضي كم سعرة حرارية تفقد خلال تمرينك؟ وايد بالناس ما يعرفون هذه في معادلة وايد حلوة، في شيء يسمونه مت METT Metabolic Equivalent Task، هذه في معادلة معينة تبين بالضبط انت شكثر قاعد تفقد من السعرات الحرارية. فقبل ليش المعادلة، خلينا نقول ان الانسان في وقت الراحة هو مرتاح يستهلك بحدود 3.5 ملي لتر من الاكسجين لكل كيلو جسم من جسمك في دقيقة واحدة. فخذوا هذه الحقيقة بنوا عليها هذه المعادلة. المعادلة عبارة عن انك تحط حطوا كل الالعاب من يعني اي نشاط من صغير الى كبير، يعني ما شاء الله الكاتيجوريز يعني شيء كثير، فحطوا ارقام معينه، تاخذ الرقم هذا وتبني عليه المعادله. احنا راح نشوفها، شو راح نشوفها؟ نشوفها وياكم في الفيديو الثاني. سوي كذي تشوف الفيديو الثاني. خلينا ناخذ مثال على الفيديو السابق اللي شفناه، شخص وزنه 80 كيلو يلعب على قاري بسرعة 12 ميل بحدود 19 كيلو تقريبا وشوية لمدة 45 دقيقة، شلون يعرف سعرات حرارية اللي فقدها؟ فنقول احنا نشوف القاري بهالسرعة، ركوب قاري في التصنيف الموجود رقم 8، ف8 ضرب 3.5 ضرب 80 اللي هو وزنه تقسيم 200 يساوي الناتج 11.2. زين هذه 11.2 سعرة حرارية في الدقيقة واحدة، نضربها ب 45 عشان الوقت اللي هو قاعد تمرن فيه يطلع 504. 504 هذه هو سعر حرارية يفقدها في هذا اليوم. زين احنا نعرف ان كل 3500 سعر حرارية فيها نص باوند، ف 3500 حرارية تقسيم 504 يطلع كم يوم؟ يعني يطلع 6.9، يعني بحدود 7 ايام حتى يفقد نص كيلو. هذا الناتج.